أتاكم من مدينة رام الله في تغطية لهذه الوقفة الاحتجاجية على ارتفاع الأسعار في فلسطين. من غرب غير ما تحكي كتلة في الغرب دام كانت كتلة لدعم السلع لتوفير لخفض الضرائب. يكفي ان نعرف ان ثلث الضرائب للمواطن العادي تذهب، يعني ثلث دخله يذهب ضرائب، هذا اولا. وثانيا يكفي اشاره الى اننا في فلسطين الاعلى سعرا في المحروقات وفي الاتصالات. ليس معقولا ان نكون نحن في العالم وضعنا هكذا، والحكومه بسياساتها
والسلطة بسياساتها تتحمل مسؤولية وصولنا إلى هذه الحالة. مليارات الدولارات التي جاءت لمساعدات لم يفتح فيها مشاريع إنتاجية، لم يوظف هذه الأموال لخدمة ضمان اجتماعي لخدمة الشعب، وبالتالي نرى أن الغلاء ينعكس على جلود أبناء شعبنا يعني قهرا وجوعا. هل الغلاء حدث على 20 نواب متوسطين فقط؟ يعني لعله احدهم قال يبدو انه سمعنا برجوازي، وبالتالي الغلاء هو جرى تخريب خلال العقدين الماضيين، جرى تخريب للوعي الجمعي، وبالتالي نحن هنا نعاني من اسباب هذا التخريب الذي يحتاج اعادته الى بناء يراكم خطوه بعد اخرى، وبالتاكيد فعاليات يكثر فيها المواطنون المشاركون، وفعاليات ينتظرون ان يكون هناك من يتقدم من تاليا. العلاج هي لها علاقه بالهم الوطني والهم الاجتماعي. السلطه والاجهزه والحكومه خلقت فجوه، والنظام السياسي وضع فجوه عمليه خلال العقود الماضيه بين المواطن وبين الامن العام، وجعل المواطن انانيا ينظر فقط الى مصلحته الشخصيه. انا اعتقد هذه علاجها له اكثر من جانب، ربما هناك جوانب تربويه مطلوب العلاج فيها، ولكن الاساس والاهم هو ان لا نيأس، ان ندخل الى الشارع بغض النظر عن العدد في اي مناسبه، وبالتالي هذا يراكم فعاليات الحكومه.